بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي واحنا شغالين على الفيجوال بيزك، ممكن مثلا يكون عندي متغير، وليكن مثلا هنعمل متغير ونسميه احمد، نسمي المتغير احمد وهنقول له ان احمد ده بيساوي 22، تمام؟ طيب لو انا وانا شغال عايز اعرف القيمة بتاعت احمد ده بكام، اقول له ايفال فاليو ايفال احمد، هيقول لي ان قيمة المتغير اللي اسمه احمد ده ب 22، تمام؟ طيب بفرض ان انا عايز العب في المتغيرات، في الاوتوكاد في متغير كتير جدا بالالاف، كل متغير بيتحكم البرنامج هيتعمل ازاي مع الشغل بتاعك، تمام؟ خلينا ناخد مثال عملي، هقول له مثلا عايزين مثلا متغير زي فايل ضيق، اقول له كوماند، يعني انا هديك امر من امر الاوتوكاد، فايل ديه بزيرو، تمام؟ ده بيعمل ايه بقى المتغير دوت؟ لو انت جيت هنا قلت له اوبن، تمام، ما فتح لكش الشاشه بتاعت اوبن، فتح لي هنا بيقول لي اكتب هنا المسار اللي انت عايزه، فانا كده هتعامل من خلال الشاشه اللي تحت دي اللي هي عامله زي شاشه الدوس، تمام؟ طيب لا انا مش عايز كده، هقول له هات لي المتغير دوت هنصف 2. طيب هاجي هنا اقول له لا ده انا عايز خليني اقول له اوكي، كومنت فايل ديه. ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ دلوقتي لما اقول له اوبن هيفتح شاشه اوبن عاديه، لما اقول له سيف يفتح الشاشه، بقى يتعامل معايا بواجهه مرئيه فاسهل في التعامل، تمام؟ وده الافتراضي. في مثلا متغير تاني تاسك بار، ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي، هل لو انا عندي كذا اوتوكاد مفتوح يخليهم لي كلهم في التاسك بار جنب بعض ولا واحده بس اللي تظهر؟ فاقول له كوماند تاسك بار، تاسك بار، تمام؟ ده من ضمن المتغيرات، واحد بيبقوا كذا بعض كذا واحدة، لما تكون صفر خلاص كلهم اتجمعوا مع بعض، تمام؟ طيب عندي حاجة تانية برضو اللي هي اس اس جيت. يعني ايه اس اس جيت؟ ده بعمل سيلكت لبعض العناصر وبيسيفهم عنده بحيث ان انا اقدر في اي وقت اقول له هات لي الحاجات دي، عايز اعمل لها موف، عايز اعمل لها ديليت، فهو كده تخزنه عنده، تمام؟ طيب خلينا دلوقتي نتعرف على قاعدة اف. على سبيل المثال هقول له خلي المستخدم يدخل رقم، تمام؟ سيت كيو، سيت كيو ايه هتساوي جيت انتجر، يعني لازم المستخدم يدخل رقم، تمام؟ قال لي دخل رقم، قلت له مثلا 5، تمام؟ هقول له بقى قاعدة اف. بص قاعدة اف دي لذيذة قوي، اف افتح قوسين لو علامة تساوي، لو الايه بتساوي 5 لو الايه بتساوي 5 اهي، اعمل alert alert واو واو اهي، تمام؟ جاب لي رسالة بتقول واو. طيب لو انا خليت ال A ده مش بخمسة، يعني هقول له ده اهو، قال لي المتغير بكام؟ قلت له بستة. طيب قاعدة اف اهي نفس الكلام، مش هغير فيها حاجة خالص، لو في شرط، لو الشرط ده اتحقق اعمل تحذير وقول اليرت بتساوي واو، ما عملش حاجة خالص. ليه؟ لان الايه ما بتساويش 5، تمام؟ طيب خليني هكتب هنا سطر كمان،
اخد دي كده اهو. طيب لو الشرط ما اتحققش اعمل alert no no. تمام، يبقى هو كده قاعدة اف بتقول لي ايه؟ لو في شرط اتحقق اعتبر ان اعمل الحاجة الأولانية، لو ما اتحققش اعمل الحاجة بين القوسين التانيين. تمام، دي قاعدة اف. طيب خلينا نقول له سيت كيو ايه بتساوي البي بقى. تمام اهو، يبقى انا كده عندي متغير ايه ومتغير بي. البي هتساوي 5، جاب لي غلط عشان انا ما خدتش القوس الاولاني، فهو لقى ان في مشكله في القوس، يبقى انا لازم اخد القوس من اول لاخره. تمام، واقول له بي، اقول له مثلا خلي ده 8. تمام، طيب القاعده بقى هعدل فيها بسيطه، قاعده اف، هقول له لو الاي بتساوي البي. خلي بالك في الاوتوليسب الاوامر اللي هي زائد وناقص ويساوي بتتكتب قبل المتغيرات، تمام، قبل الارقام اللي هتتجمع وتطرح. تمام، يبقى انا بقول له ايه هنا بقى؟ لو الاي بتساوي البي اعمل تحذير alert w واو، لو غلط قول له نو. تمام، طيب هقول له جرب، قال لي نو، ده هما ما بيساويش بعض. طيب هل ينفع اكتبهم كل الاثنين في سطر واحد؟ اه ينفع، ليه لا؟ اقول سيك يو جيت بوينت، وبعد كده اقول له البي، خلينا ناخد اللي تحت عشان الاقواس كامله اهي. تمام، اقول له انتر، بيقول لي دخل الاولاني، هقول له مثلا 4، دخل البي 4. تمام، طيب يبقى كده الاي ب 4 والبي ب 4. تمام، طيب هاخد نفس الامر بتاع الاف دوت بدل ما اكتبه تاني، قول له انتر، جاب لي ايه؟ الواو. ليه؟ لان الاي امشي معاه واحده، الاي بتساوي البي فهيديني واو، لو الاي ما بيساويش البي هيديني نو. دي فكره اف، ودي تقريبا اغلب البرامج لازم بتتكتب بالطريقه ديت، لازم